افتتح سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القسمي نائب حاكم الشرقة الدورة 38 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، وقام سموه بجولة في أرجاء المعرض ومنصات العارضين، واستمع إليهم حول توقعاتهم لأداء الأسواق وآخر التطورات بقطاع الساعات والمجوهرات، وإلى شرح عن معروضاتهم وما يقدمونه في هذه الدورة للزوار من أحدث التصاميم والموديلات والماركات العالمية والمحلية في ضوء التطور العالمي في هذه الصناعة. اليوم الحمد لله شهدنا انطلاق الدورة 38 لمعرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات المقام في أرض المعارض في مركز إكسبو الشارقة، والحمد لله هذا المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والحمد لله يعني نحن قدرنا نوصل في هذا المعرض لأكثر من 500 عارض، ونتوقع إن شاء الله بزيادة عدد الزوار أكثر من 10,000 زائر في كل يوم إن شاء الله، بمعدل 57,000 زائر لمدة هالخمسة أيام إن شاء الله. وأثنى سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة على مشاركة العارضين الواسعة والكبيرة في هذا المعرض ودوراته المتعددة، حيث تعد الدورة الجديدة استكمالاً لحلقات الدورات السابقة، ما يؤكد على جاذبية السوق المحلية للعارضين من خارج الدولة وداخلها، إضافة إلى توفير منافذ وارتكازات للوصول إلى الأسواق المجاورة. نحن ننظم هذا المعرض مرتين في السنة كل 6 شهور، ونحن من الشركات أو من مركز إكسبو الوحيد في العالم اللي ننظم هذه الدورة أو معرض مجوهرات الساعات مرتين في سنة واحدة. فالحمد لله نحن قدرنا نجحنا في هذه المبادرة. ليش؟ لأن حسينا أن في التجار وأيضا اللي الناس مهتمين في مجال الساعات والمجوهرات يبون يشوفون شيء جديد أو الفاشن الجديد عقب 6 شهور، ما ينتظر سنة كاملة. فالحمد لله نحن نجحنا في هذه المبادرة وحققنا النجاح فيها، واليوم اهتمام حكومي فيها. اليوم الشارقة احتضنت أكبر معرض للمجوهرات والساعات على منطقة الشرق الأوسط كلها، ونحن إن شاء الله كإدارة بنحرص أن حتى الدورات الأخرى تكون بمستوى أرقى وأفضل من ما هو عليه دوم إن شاء الله. أشاد سموه بحسن التنظيم والدور الذي يقوم به مركز إكسبو وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة أصبحت مركزاً مهماً لاستضافة وتنظيم المؤتمرات والمعارض المتخصصة، ومنها هذا المعرض والذي يشهد مشاركة واسعة من عارضين دوليين ومحليين. شيماء الشمري، قناة الظفرة، إمارة الشارقة.